السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى حبيباتي يلقاكم هذا الفيديو دائما في أحسن حال وفي صحة جيدة. كما شفتوا غادي نصاوبوا هنايا واحد الكريب غاطو. الكريب كلشي كيعرف يصاوب الكريب كلها ولا فاصون ديال. المهم أنا الحليب خديت لا كونتيتي اللي غادي نحتاجها، نصف لتر حليب مع جوج بيضات، معلقة ديال السكر، 50 غرام ديال الزبدة، وجوج فاني باش تجيني ديك النكهة ديال الفاني تكون مركزة أكثر. صافي غادي نمزج العناصر جميع، ودائما الدقيق حسب النوعيه ديالو. غادي ندير هنا واحد نصف معلقه ديال الخميره باش تجيني ما بين البانكيك وما بين الكريب. غادي نستمر هنايا في الخلط حتى نحصل على لاباغاي دو كريب اللي كنعرفو جميع. ودائما هنا كنقولوا ديما الدقيق حسب النوعيه، كاين دقيق اللي كيتشرب دغيا، كاين دقيق اللي ما كيتشربش دغيا. المهم كتبقاو تضيفوا في الدقيق ديالكم حتى تحصلوا على لا تيكستور ديال لاباغاي دو كريب اللي كنعرفوا جميع. صافي هنا غادي نخليوها ترتاح واحد 20 دقيقه ونديروا المقله ديالنا تكون سخونه مسبقا، ندهنوها في الاول. صافي هنايا غادي نبدا نخدم في لي كريب ديالي وغادي نكمل لا كونتيتي كامل اللي عندي. حتى نحصل على واحد الكميه اللي انا باغياها وتكون القوامه ديالها على حساب لا طارت اللي انا باغيها. المهم انا خديت هنايا لا كريم شونتيي. بالنسبه للناس اللي هنايا في فرنسا يستخدموا لا كريم شونتيي اللي تكون مركز ليكيد ديال، سمحوا لي مشات ليا الاخر، اللي تكون الماتيير غاز ديالها تكون 50-30% ماشي 15%، اللي تكون القبسه ديالها حمراء. هنا شفتوا الكريب الاولى راها كلاتها لي واحد الفويره، راكو عارفين الوليدات ديالنا ضروري ديك النبزه، الله يحفظ وليداتنا وليدات المسلمين اجمعين. المهم هنايا غادي نبدا نطلع في لاكاطو دو كريب اللي عندي. صافي كما شفتوا مني كنت نمونطي الكريم شونتيي ضفت عليها السكر دائما حسب الطوق، ودرت عليها جوج كيوس تاع الفاني باش تجيني شويه على لوغو ديال الفاني حاضره عندي في لاكريم شونتيي. وغادي نعمر هنايا بالقرقاع والفواكه اللي عندي. نتوما عمروا الكريب ديالكم باش ما بغيتوا اي نوع ديال الفواكه، اي نوع ديال المكسرات، المهم اللي عندكم. انا درت هنايا القرقاع، الصراحه القرقاع كيجي هائل سبحان الله في لي طارت في لي غاتو مونتي كيجي زوين بزاف. صدقوني راه كتجي لذيذه هاد الوصفه بزاف بزاف ومحبوبه بزاف لدى الكبار والصغار. انا غادي نكمل هنا الكريب كامل اللي عندي حتى نحصل على الكاطو دو كريب مونتي كما شفتوا. نتمنى هاد لا فيديو يكون عجبكم وجربوا هاد الوصفه. الى اللقاء في موعد وفي فيديو اخر ان شاء الله.